السلام عليكم. كما عهدت مؤسسة أصوات ميديا تقتحم جميع المجالات، وها نحن الآن في تغطية لحفل تتويج ملكة جمال العرب المغرب 2019، ومعنا الآن مباشرة من استوديو أصوات الفنانة المحبوبة، الفنانة القديرة والمحبوبة لدى الجماهير منى سعيد. مساء الخير عليكم، وأنا جد فرحانة بكم وتواجدي معكم وجريدة أصوات، وبك تنتي الغزالة ديالنا تبارك الله وتعالي. طبعا أنا فرحت بزاف أنهم قرروا يديروا لي تكريم في هذا الحفل، وهو بالنسبة لي هو حفل كبير لملكة جمال العرب 2019، ولكن هو حفل بالنسبة لي كيف مثل العديد، أن المغرب فيه جمال وفيه جمال، يعني أكثر دولة مشهورة بالجمال فهي المغرب، لا من الطبيعة ولا من ناسها ولا من لباسها ولا من كل شيء. فزوين أننا نتبتوا هذا الموضوع ديال ملك الجمال. بالنسبة لشي حاجة أخرى أنت تقول يعني ما هو جديد هنا الجديد ديالي هو أولاً كانت عندي أغنية يا المويدة حنا درتها فيديو كليب، ومراها باردة كنظن كدوز، هي من كلمات سلوى الباشا والحان رضوان الديري وتوزيع رشيد محمود علي. حاليا عندي أغنية بغيت نقول لكم اسمية ولكن خفتي يسرقوا لي العنوان، دونك نخليها مفاجأة بالضبط ديسمبر الشهر الجاي إن شاء الله غتكون الانطلاقة ديالها، وغتكونوا انتم ضمن المدعوين ديال المؤتمر الصحفي اللي غادي إن شاء الله، ويا ربي تكون عجبكم الجديد ديالي. وشكرا، شكرا لك بزاف.